في شيء جميل في متحف القرآن الكريم، لقيت مصحف منفذ بالحياكة بالخياطة، نفذته امرأة باكستانية ظلت تنفذ هذا القرآن 32 سنة، وكانت أمنيتها أنه يكون في مكة، والآن تحققت والآن موجود في متحف القرآن الكريم. راح نتعرف أكثر عن هذا المصحف، خلوكم معنا، تفضل يا شيخ. طبعا هذا المصحف كما ذكرتم أستاذ إبراهيم أنه كتبته امرأة من باكستان اسمها نسيم أخطر من إقليم بنجاب، كتمته بيدها بالخيط والإبرة كما نرى، وحتى الكتابة ليس الكتابة العادية وإنما الحرف مزدوج، يعني كتبته كما نرى الحرف نفسه مزدوج، ليس سهل كتابته. طبعا خططه على مساحة 300 متر من القماش، وكذلك الخيط الذي استخدمته في كتابة هذا المصحف بالكامل 25 ألف متر من طبعا هي كتبت المصحف كامل من سورة الفتح إلى سورة الناس في 10 مجلدات، المجلد الواحد فيه 3 أجزاء من القرآن كما نرى بهذا الشكل. العجيب أنها أخبرتنا أنها لم تكتب آية من كتاب الله عز وجل في هذا المصحف إلا وكانت على طهارة وعلى وضوء وفي الثلث الأخير من الليل. سبحان الله، الله يجزاه خير.